فدا كلنا فدا فدا وكلنا فدا فدا كلنا فدا فدا غزة صامدة غزة صامدة غزة صامدة. طارق نوغا رئيس الجمعية المغربية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي وعضو بالجبهة المغربية لدعم فلسطين والتصويع. كان تواجدوا اليوم في هذه الوقفة احتجاجية والتضامنية مع الأطقم الطبية وأطقم الإسعاف بغزة الأبية لما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل هذا الحرب العوجاء من طرف قوات الاحتلال الصهيوني والتي بلغ عدد الضحايا إلى حدود ساعة من الأطقم الطبية أزيد من 360 شهيد من أطباء وممرضين وطواقم الإسعاف. فاليوم كنت واجدوا هنا من العاصمة الرباط لنقول لإخواننا وأشقائنا أطباء والممرضين والمسعفين بقطاع غزة وبالمستشفيات التي دمرت بأكملها، مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الشفاء و ثلاث مستشفيات للأطفال ومجموعة من المستشفيات. هناك من قصفت مستشفى الشفاء، تم إحراق جميع المباني التابعة له. هذا إن دل على شيء، إن دل على نية الكيان الصهيوني في محو هذا المعلمة التي تستقطب وتحتضن أكثر من 30% من الطاقة الاستيعابية للمرضى من القطاع. فجئنا اليوم للتعبير عن غضبنا وللتضامن مع إخواننا وأيضا مطالبة السلطات المغربية برفع التطبيع وإيقافه فورا وشجب هذا العدوان على المستشفيات الخارج عن نطاق القانون الدولي. كأطر صحية ولا شبه القطاع الصحي، نتضامن بقوة مع الشعب الفلسطيني الأبي، مع أهل غزة، ضد الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني الأبارتايد، وضد تدمير وتقتيل الفلسطينيين، خصوصا هدم ولا استهداف مستشفى الشفاء واستهداف الأطر الطبية اللي كانت كتساعد الجرحى واللي مضروبين واللي مجروحين في غزة. دونك استهداف تهد الناس، احنا نندد ونتضامن مع الشعب الفلسطيني وشعب غزة ضد الأبارتايد وضد الإبادة الجماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا لهاد الوقفة هذه التضامنية وإسنادا لإخوان ديالنا في غزة على هادشي اللي كيتعرضوا له طيلة هاد 6 أشهر من حملة ممنهجة إرهابية من هاد الكيان المجرم، المحاولة إبادة جماعية وتطهير عرقي اللي كيهم إخوان ديالنا في غزة. فبهاد المكان هنا نجمع قدام البرلمان من العاصمة الرباط لنندد بهاد الهجمة الإرهابية ديال هاد الكيان الصهيوني واللي القوة ديالو كيستمدها من هاد الاستكبار العالمي الغربي المتمثل في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وكذلك للأسف الشديد من الصمت العربي اللي مرة كان يدعم هذا الكيان الصهيوني إما بالتخاذل ديالو أو دعم مباشر من خلال شد الحصار على الإخوان ديالنا في غزة، خاصة دول الطوق وبعض دول الخليج. كما نشد على أيدي الإخوان ديالنا في قطاع الصحة في غزة من أطر طبية، من أطباء، ممرضين، طواقم الإسعاف، الدفاع المدني، واللي بدورهم قدموا واحد التضحية جسام، وكانوا منهم واحد العدد كبير جدا من الشهداء. وهذا الكيان الصهيوني للأسف الشديد من هذا الدعم الغربي ومن هذا الصمت العربي كانت واحد الغطرسة ديالو كبيرة في صفوف الأطقم الطبية، وكان آخرها وليس بآخر هو هاد المجزرة اللي كانت في مجمع الشفاء واللي بان الأثر ديالها بعد انسحاب القوات الصهيونية منه، واللي مشى ضحيتها أكثر من 400 شهيد، منهم أطقم طبية، منهم مرضى، منهم مسعفين. فلذلك احنا جينا لهاد الوقفة هذه لنعبر عن تضامننا المطلق مع المقاومة الفلسطينية بجميع أصنافها وبجميع فصائلها.
كما نتمن هذا الصمود الأسطوري للشعب الغزاوي، ثم نحيي تحية عالية للأطقم الطبية في قطاع غزة لما قدمته من شهداء ولما كانت حريصة من شد هذا أو الوقوف على هذا الثغر الصحي في تضمين الجراح وفي استقبال الجرحى. إلا أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب زعما لم يحترم لا المواثيق الدولية ولا احترام الأطقم الطبية ولا المسعفين، فكان هذا القصف ديالو قصف همجي وحشي زعما بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فلذلك نحن في هذا المقام هذا ندين هذه الهجمة الشرسة ديال هذا الكيان الصهيوني على إخوان ديالنا في غزة عامة وعلى الأطقم الطبية خاصة، وكذلك نحن معهم قلبا وقالبا، ونحن ما زلنا في الميدان في التظاهرات وفي المسيرات وفي الوقفات ما دام كاين هذا الحصار الغاشم على إخوان في غزة